بطريقتها الخاصة تتظاهر السيدة العراقية أم محمد تضامناً مع أبنائها المنتفضين في ثورة تشرين. خبز سياح الشهير المصنوع من طحين الأرز هو كل ما في جعبتها، لا تألو جهداً في تحضيره كل صباح في واحد من مشاهد التضامن الشعبي بين العراقيين الذي تجلى في ثورة تشرين. أنا وخواتي وياي هذا النهلي خبزان، إحنا هنا ويا الثوار ويطالبون بحقهم يا خالة. ولدنا شباب وحصر عليهم الجقارة يشربونها، كل واحد عد 4 و5 جهال وبالضيم يا حالهم. بملامح تحمل في طياتها الحزن وشيئاً من الأمل بغد مشرق، تشرح أم محمد طريقة عمل خبز السياح العراقي. هذا السياح طحين تمن، انطحنا تمن هذا نركبة نشتريه وانطحنا، انطحنا ونعشنا ونسيح بيه، يأكلون بيه يحبون الشباب. رغم زهد ثمنه إلا أن أم محمد توزع خبز السياح بالمجان على المتظاهرين، حالها في ذلك كحال جميع المتطوعين لإطعام المتظاهرين. على هذا الصفيح المعدني تعد المئات من أرغفة الخبز يومياً بلا انقطاع، رائحته الزكية تنتشر في ساحة التظاهر لتعلن موعد تناول الطعام. ولدى سؤالها بشأن استمرار وجودها في ساحة التظاهر تؤكد أم محمد: منا لما نترد الشباب يا الأرض، حالنا حال وليداتنا، شو سوى رادينا لهالبيت وولدنا هنا بالضيم حالهم. كلماتها البسيطة واضحة ومباشرة، لا تراجع قبل اقتلاع الفاسدين جميعاً.